بمناسبة مرور 40 يوما على رحيل نقيب الفنانين زهير رمضان، أقيم حفل تأبين للراحل الكبير في دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية. عزائنا ومواساتنا وجود هاي الناس المحبة، أصدقاء دربه، رفقات طفولته، رفقات أيام، وأهلنا، جيراننا، وعشمنا أنه اللي بلش فيه كملوه رفاقه من بعده. استاذ زهير قامه وطنيه فنيه كبيره، يعني انا بقول هو من الاساطين اللي نحن دائما بنقول مثل صباح فخري. للاسف انه بشهر واحد خسرنا فنانين كبار، صباح فخري واثنين نقباء، يعني الاستاذ صباح فخري كان نقيب والاستاذ زهير نقيب، بشهر واحد خسرنا قامات سورية والوطن العربي كله خسر هذه لو تعرفوا قديش اجانا برقيات تعازي من الدول العربيه لنقابه الفنانين. تخلل الحفل تلاوة آيات من الذكر الحكيم وعرض فيلم قصير عن حياة الراحل ومسيرته الفنية وكلمات رثاء ألقاها أصدقاء الفقيد تحدثوا فيها عن صفات الراحل ومسيرته الفنية الغنية بالأعمال المشرفة التي أغنت الأرشيف الفني السوري وأظهرت الوجه الثقافي والحضاري له. أنا هلأ ماني مصدقة لأنه أنا بعتبره مثل ما كان يقول أنه هو صديق أو أخ، فدائما بقول لهم أنه أنا ماني مصدقة هلأ أنه أنا فقدت هذا الأخ الغالي الله يرحمه، وبقول له أنه نحن عم نشتغل لسه ذكراك بقيانة معنا، الله يرحمك يا أستاذ زهير. المصاب كان جلال، اللي عم يخفف علينا والمصاب اللي عم يعني اللي عم يتخفف هو محبة العالم. الحياة بدها تستمر ونقول الله يرحمه ويصبر أهله كمان. 40 مرت هيك وصعبة وكلها أسى وكلها قسوة، بس نحن بنؤمن إنه الموت حق. بس زهير الله يرحمه كان عظيم بكل حياته، فرح يكون عمره طويل ورح يكون نجمه ساطع، ما رح ينطفي ابدا. ما بنقول الا ان لله وانا اليه راجعون. فقدناك صديقا وعزيزا، رحمه الله عليك واسكنك فسيح جناته. كان اخ غالي وعزيز، الحمد لله على كل شيء. هيك مشيئه الله ونحن رضيان بالمشيئه. الحضور اشاروا الى ان الراحل هو فقيد الوطن عموما والاسره الفنيه خصوصا، حيث تمتع الفنان الكبير بشهرة واسعة وقبول متميز محليا وعربيا، إضافة إلى عمقه الثقافي والمعرفي.